كامله. بكره زي ما قلت لحضراتكم هناك اسعار جديده في السلع التموينيه. معانا الاستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا عمرو بيزي. ازيك يا فندم؟ اسعار ثمن سلع على بطاقه التموين هتزيد من بكره يا فندم، ايه الحكايه وايه الموضوع؟ ما فيش زياده، مش ثمن اسعار، مش ثمن اصناف، زي اصناف يعني. ما زال السكر ب 10 ونص، وما زال الرز ب 10 ونص، رفع زي ما هو، بس في ارتفاع في السوق الخارجي في حاجات كتير بره. احنا لو حتى تقابل من عندنا زياده في اسعار، بتبقى فرق بيننا وبين السوق الخارجي ما بين 20 و 25%. يعني اذا كنا زودنا يعني حافظين على ازاز الزيت بقى لها اكثر مثلا من سنه على 23 جنيه 800 مللي، من غصب عندنا اضطرينا نرفع يعني زياده طفيفه. اما نيجي نتكلم في السوق الخارجي بقت بكام يا فندم؟ احنا عايزين بس نبلغ الناس عشان الناس تشتري بالاسعار المحدده وما يشتروش اكتر. ما هي الزياده من 23 ل 25. ايوه فندم. وايه تاني؟ دي عندنا دي ب 11 جنيه، بره في السوق الخارجي 14 و15. عندنا مربى 350 جرام ب 14 جنيه. عندنا الرز ب 10 ونص زي ما هو، عندنا السكر ب 10، رغم ارتفاع السكر في السوق الخارجي، اي كيلو سكر بره دلوقتي من 16 ل 19 جنيه. ما زالت الوزاره وما زالت الشركه القابضه بتحافظ على التوازن بين السوق الداخلي والخارجي. من 10 ونص ل 16 ارتفاع غريب. ففي حاجات الدوله بتدعمها وهتدعمها ان شاء الله لغايه، واحنا عندنا يعني منظومه استراتيجيه بتكفي 6 اشهر، بس في ارتفاع في الاسعار الخارجيه زي الزيت والكلام ده كله، بتبقى ارتفاع طفيف، مع ذلك بيبقى برضه في فرق حوالي 25% على السوق الخارجي. ايوه يا فندم، لكن برضه احنا عايزين نقول للناس ايه اللي هيزيد. احنا عرفنا انه اللي كان ب 23 جنيه بقى ب 25 جنيه الزيت. مسحوق الغسيل الاوتوماتيك هيتم بيعه ب 20 جنيه بدل من 18. بيع الصابون من 6 جنيه ونص بدل من 5 جنيه. الخل تمام يا فندم 5 جنيه بدل 4 وربع. كيلو العدس 12 جنيه بدل 11 جنيه. 12 جنيه يا فندم، 12 جنيه. علبة السمن الصناعي 30 جنيه بدل من 24 جنيه. دي كتير دي. ما بس يعني انا عايز اقول لحضرتك يا عمرو بيه، احنا محافظين على الحاجات دي بقى لها سنين بال 24 جنيه. انا فاهم يا فندم، احنا بنفهم الناس عشان الناس بكره تبقى فاهمه الاسعار الجديده ايه؟ ما هو مش سر اصلا. يعني هل في اي حاجه من اللي انا قلتها دي غلط؟ لا يا فندم مظبوط، تمام يا فندم. طيب وعندنا انما الرساله اللي احنا بنوجهها للناس ان هي تلتزم وتاخد من المنافذ بتاعتنا علشان تاخد اسعار جيده، ده اللي نقدر نساعد فيه. يعني ما زال ربع كيلو الجبنه ب 7 جنيه، هتلاقي بره ب 7 جنيه ونص، الكيلو الجبنه بتتراوح 500 ب 14 جنيه، مسحوق اوتوماتيك 800 جرام ب 20 جنيه، بره هتلاقي اسعار غريبه. احنا بننزل بسم الله ما شاء الله حلاوه النور حتى نازله ب 70 جنيه، بره ب 85 و 90 جنيه. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. طيب ولكن عايزين نطمن الناس انه بالاسعار دي وبالكميات دي موجوده في منافذ الدوله كلها. معالي الرئيس عندنا مخزنين، مخزن رئيسي في الشركه القابضه، وكل شركه فيهم 10 كيلو من القاهره لغايه القاهره والجيزه والسلامات ومدينه نصر، في رصيد استراتيجي كافي عندنا 6 اشهر في المخازن الداخليه، كل فرع على المستوى 300 فرع بتاع شركه النيل في مخزن داخلي، يتم ضخ اي حاجه يوميا، اي حاجه تضخ بالكميات اللي بتقل بنضخها يوميا باستمرار. اللحمه ما زالت عندنا ب 115، الكبده الطازه ب 115، يعني في حاجات كتير قوي يعني زيادات لا تشكر يا فندم. طيب وطبعا الحمد لله احنا كان عندنا المنحه الرئاسيه اللي هي على بطاقه التموين دي برضو بتوزن ان شاء الله، بتوزن مع الناس 200 جنيه وعاملين حسابها في البضائع الموجوده يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. وزي ما الانجليز برضو بره بيقولوا متغير